اتفضلي يا ست صافية الشيك اللي طلبتيه. اتفضل. شكرا، تسلم ايديكي. يا شكرا معلم. تمام يا انسه صافية، الشيك مظبوط. ايه مش واثقة فيا ولا ايه؟ لا العفو يا معلم، انا بس لازم اوريه للاستاذ سامح عشان لو في غلطة ولا حاجة يصلحها. وحتى لو في غلط، واحنا هناخد المخزن ونطير لمؤاخذة؟ المعلم حنفي ما ياكلش حق حد ابدا. وانت مالك انت يا واد بتتحشر في الكلام ليه؟ لما المعلمين الكبار يتكلموا انت تسكت خالص. مؤاخذة يا معلمة. اسكت انت خالص يا حليم. حاضر يا معلم. الا المعلمة كيدهم ما جاتش معاك ليه يا معلم؟ في مسألة البيع والشراء دي الكلمة كلمتي والشورى شورتي. انا هنا اللي اقول، وبعدين هي هتيجي تعمل ايه؟ امتي يا انسه صافية؟ قول عادي تاني بعد اذنك. نمضي العقود يا معلم. كده المعلم حاسب بس بدنا قوي. شكرا. اتفضل اتفضل، دي النسخة بتاعت سعادتك ونسخة حضرتك معايا. ان شاء الله بكرة الصبح اروح الشهر العقاري عشان اسجل. مبروك يا معلم. الله يبارك فيكي. امال الواد فؤاد فين؟ المفروض كان يجي، معرفش ما جاش ليه. يعني ادي انت هو مش شايلين البضاعة؟ ما البضاعة كل راحت فين؟ معرفش يا معلمي، ده انا شايفها بعناية تحت الشوالة دي. ندور ثاني يا معلم، يمكن في مكان سري ولا حاجة. يا عم مكان سري ايه؟ احنا دورنا في المخزن حتة حتة. يبقى انت قال وانت اللي سرقت البضاعة لما جيت قبل كده. انا برضك يا معلمي، انا مدي ايدي على حاجتكو، ده انا لحم اكتفي من خيركو. امال هتكون راحت فين؟ بس يبقى البت دي لبستني السلطانية. تقول انا مش مهم البس السلطانية تاج الجزيرة؟ ده المعلمة كيدهم قبلها ايه؟ مبروك ايه وزفت ايه بس يا يوسف؟ ده انا بلف حوالين نفسي. انا عايز اعرف ازاي البضاعه دي اتاخدت من المخزن، ومين اللي خدها؟ يكونوش هما اللي دخلوا المخزن وسرقوا البضاعه عشان يضمنوا حقهم؟ امال مين اللي عمل كده؟ مرحبا المعلم هاب. اهلا 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 فؤاد. ازيك ازيك يا معلمة؟ ازيك يا معلم؟ الحمد لله. جاهز انت؟ جاهز كل. انا جاهز، المعلم هاب دايما جاهز. احبك وانت جاهز. اتفضل يا حبيبي. مؤاخذة بس، طل طل كده. طل امال ايه؟ ايه رايك؟ تمام 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 يا معلم. يلا بالصلاة على النبي. يلا ربنا يحرس طريقك. اخر عمالك السودة بقى بنت زي دي، لا راحت ولا جت، تلعب بالمعلم الكوره وتدخله في حيطه. عليا النعمه من نعمه ربي، انا ممكن اخش فيها اللومان. بقول لك يا كيداهم، الموضوع ده يخصني انا، وانا اللي عاود بطاري طارك. ما انا سيبتك لما غريت يا اخويا، جت تقول لي اخد طارك؟ اهو ده اللي انت شاطر فيه. أوه. كفايه بقى ارحميني، انا اللي فيا مكفيني. والله انا خايفه عليك، لا تيجي تاخد طارك تاخد لك قلم تاني. حكم البت دي بقيت انت وهي عاملين زي عنتر ولبلب. وانا لبلب؟ لا عنتر. علوم الفلوس دي فلوسي وانا اللي هرجعها. خلاص يا حبيبي براحتك، سيبنا من اللي فات خلينا في اللي جاي. الا قولي بقى، عملت ايه بفرن ابو فريخ؟ لا مش ناوي ادخل المزاد، الموضوع ده ضلعني وما معيش سيوله. ما معكش سيولة؟
طبعا، ما هو يجي الحاجه لغايه عندي انا ويبقى ما معكش سيوله والبخل يشتغل والفلوس مكومه على قلبك قد كده. يا راجل ده احنا دافنينه سوا يا حبيبي. في ايه؟ بقول لك ايه، عايزه تخش المزاد تخشي بفلوسك انت. طبعا ادخل بفلوسي، ما تخش ليه؟ بدل المصايب اللي عماله تنزل على دماغنا واحده ورا الثانيه، على الاقل نعوض لنا ارنب ولا اتنين. لكن قول لي هنا صحيح، تعالى البنت صافيه دي لو هي فعلا خدت الحشيش من المغزى يبقى ليها في الصنف، ما تكونش كانت بتشتغل مع المعلم عدوي الف رحمه ونور عليه قبل ما يموت. البضاعه هتنزل الشارع وساعتها هنتاكد. طب والواد فؤاد كلمته؟ كلمني وعايز يجي لي الفيلا ليه؟ عشان ياخد عمولته. خدوا ربنا ولا ياكش قطر ياكله، جاي ياخد عموله على ايه؟ على خراب بيوتنا؟ قولوا كده بقى، يعني انتوا عاملين عليا الفيلم ده عشان لما مؤاخذه في الاخر تشفطوا عرقي. عرقك ايه يا واد يا ددرون انت؟ ما تقف مع وجهي قاعد وتتكلم عادل، انت لازم تكلم مين؟ من امتى المعلمه كده وكلت حد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، معلش يا معلمه اصل انا شفت بعيني، ما حدش قال لي. الله، تكون راحت فين البضاعه يعني؟ ما تسال المحروسه اللي مشغلاك، امال يعني مين اللي خد؟ لا يا معلمه، صافيه دي لا تعرف حاجه عن الصنف ولا تفهم فيه خالص. بيتهيألك ده هي الصنف بذات، امال مين يعني اللي خد البضاعه؟ يمكن الارض اتشقت وولعتها. الله، معقوله دي تكون البنت صافيه طول الوقت ده سايقه الهبل على الشيطانه وهي اللي لهفت البضاعه؟ طبعا ده هي الشيطان بذاته، امال يعني مين اللي خد البضاعه؟ تلاش يا فوش تلاش، لما البضاعه تنزل السوق هنعرف مين اللي خدها. طب وانت لا مؤاخذه يعني هتعرف ازاي يا معلم؟ الله، ما انا قلت لك يا واد قبل كده تقف موجود تتكلم عادل، انت بتكلم المعلم حنفي على سنه ورمح، عارف الكفت بذاته. قول له يا معلم. ايوه الكفت ده لعبتها كيده. لعلمك كل تجار المخدرات حبايبي، ولما البضاعه تنزل السوق هعرف مين. بص بقى يا معلم، المهم عندي انا عمولتي تجيلي لا مؤاخذه. هتاخدها على دار مليم، بس الاول تيجي البضاعه.